السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على شادي رياض في المنتخب المغربي والقائمة المنتظرة والتي ينتظر فيها الجماهير المغربية بشغف كبير، يعني وين شادي رياض في القائمة الركراكي الأولى، وهذه حقيقة حضوره بالمونديال، يعني وين يمكن يكون في المونديال، يعني شادي رياض وين نتمناو نقولها ونعاودها، يعني نتمناو المنتخب المغربي لي باش يحدث مفاجأة كبيرة، وسوف تكون مفاجأة كبيرة في هذا كأس العالم في قطر 2022، وين استعان المدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ب 43 لاعب مغربي، وضعها في القائمة الأولية، يعني القائمة الموسعة والتي بعثها الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي الفيفا في انتظار استبعاد 17 لاعب منها خلال الأيام المقبلة، إذ سيعقد المدرب الأسود الأطلس مؤتمر صحفي في مركز محمد السادس من أجل الإعلان 26 لاعب سيمثلون المنتخب المغربي في سادس مشاركة له في كأس العالم بعد نسخة 1970 1986 1994 1998 2018 اليوم قلت لك 2019 2022 2018 2019 تما ست مرات، كانت اول مشاركه تاعهم 1970. على ذلك نتمناو ان شاء الله بربي تكون هذه المشاركه تاعهم تكون مشاركه يعني من اجل صناعه تاريخ اخر، يعني مشاركات وين كانت افضل مشاركه لهم وهي 1986، والظلم اللي تعرض له المنتخب المغربي خاصة في 2018 يعني و98، وين يمكن كانت ضدهم مؤامرة مثل ما حصلت للمنتخب الوطني الجزائري، مؤامرة إقصاء المنتخب المغربي يعني من الدور الأول، رغم أنهم فازوا بنتيجة عريضة كبيرة، لكن أقصيوا يعني وين كانت صدمة كبيرة عندما سمعوا بالنتيجة، وقيل كملوا لادفيرسير يعني كملوا أن بيناتهم وفاتوا في زوج، وين حرموا يعني تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني. وحصل العربي الجديد يوم الأحد على معلومات تؤكد أن المدرب وليد الركراكي وضع المدافع الفريق برشلونة شادي رياض صاحب 19 سنة فقط. علاه نقول باللي المغرب وين عندها أرمادة من لاعبين كبار، يعني عندها تسمع من برشلونة، تسمع من أشرف الحكيمي اللي تكون في ريال مدريد، يعني راح البروسيا دورتموند، راح الانتر، راح يعني الأندية كبيرة، يعني واحد قال لي لا ما قعدتش، بصح راح الأندية كبيرة، أنت من ريال مدريد وتحصل على الشامبيونز ليغ باش ما ننساوهاش، يعني أشرف حكيمي من ريال مدريد ادات كيسموها ادات الشامبيونز ليغ، أشرف حكيمي كان روبلاصو، يعني تحصل على الشامبيونز ليغ ما نساوهاش هذه، يعني وين راح وين شادناه وين لعب مع كيسموها يا ربي، لعب مع بوروسيا دورتموند، لعب مع الانتر، راح للريال، راح لباريس سان جيرمان، يعني كانت نقولوا بلي عنده مشاركه لعاب لي لعب بايرن ميونخ 2-3، يعني وين اقوياء فلاكس يعني اقوياء، يعني تزيد يجيب لك هذا الشادي الرياض، يعني صاحب 19 سنه فقط في قائمه المنتخب المغربي الاوليه في انتظار معارفه ان كان سيعمل على استدعائه للمشاركه في معسكر التدريب الذي سيخوضه زملاء اشرف حكيمي، يعني للمشاركة في بطولة كأس العالم والذي سيقام أول مرة في بلد عربي. حنا وين نشوف بلي هذا كيسموه هذا اللاعب تاع برشلونة
يعني الشادي رياض لاعب تاع برشلونه يمكن يكون في القائمه، يعني ما ينجموش كيفاش يطلقوه، ما غاديش تبان لي بلي غادي يطلقوه، ما غاديش يطلقوه، ما غاديش يطلقوه. كي نقول بلي ما غاديش يطلقوه، كاين امور يعني يحوسوا ما يحوسوش دوره وفوت، هما يضروك يحوسوا على المدى البعيد مشروع هذا اللاعب يكون مشروع يجيبوه معاهم يعني يلعبوه يعني ويديروا له ستاتي تاعو يولي لاعب دولي مغربي اي ويفوتوه. هذه هي وحسب يعني المعلومات المتوفره، انا على احسن ما نشوفها نشوف بلي غادي يعيطوا له، خاطر لاعب تاع بارسا متكون في برشلون، اسم تاع برشلون بزاف، لا ليسونس تاع برشلون بزاف. وين وبحسب المعلومات المتوفره من مصادر داخل الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي فانه من المستبعد ان يحضر اللاعب شادي رياض في قائمه النهائيه والتي ستخوض مونديال في ظل منافسة قوية التي يشهدها خط الدفاع المنتخب المغربي الأول، خاصة بعد عودة اللاعب يعني المدافع الأنيق يعني تاع ويست هام نايف أكراد يعني للمشاركة مع فريق ويست هام يونايتد في مباريات الدور الإنجليزي الممتاز بعد الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ بداية يعني المنافسة البريمير ليج. ويضاف الى ذلك استعاده اللاعب جواد يعني كامل مؤهلاته الفنيه والبدنيه مع فريق بلد الوليد الاسباني وتالق المدافع الجديد في الدور البلجيكي وهو اسماعيل قندوسي الذي يلعب في صفوف سان جيرز البلجيكي والذي طلب يعني تطلب العديد من الجماهير المغربيه يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضروره منحه فرصته للمشاركة مع المنتخب بلادي في أضخم حدث كروي في العالم. المهم نتمناو تكون القائمة يعني القائمة تكون في نقولوا في عند حسن ظن الجماهير المغربية، خاصة عند الناس يعني اللي كاين بزاف اللي غادي يناصروا المنتخب المغربي، وأنا كجزائري لي الشرف أن أتابع المنتخب المغربي يعني وين نكون يعني في إن شاء الله بربي أمام كرواتيا اللي غادي تكون البداية مع كرواتيا يعني تكون أول فوز يعني أول وضع القدم في الدور الثاني، يعني تكون عندك أول مباراة تفوزها يعني عندك نقولوا باللي راك في الدور الثاني يعني تضع قدم واحد في الدور الثاني أمام يعني أمام وصيف بطل العالم كرواتيا وهي وصيف بطل العالم بنجومها. يعني كي نتكلموا كيما هاك ما غاديش تكون مباراة سهلة ولا نشوفوا مباراة سهلة أمام كرواتيا ولا أمام كندا ولا أمام بلجيكا، غادي يكون يعني تكون مباريات يكونوا صعاب يعني ما غاديش يكونوا سهلين، يعني وين نقولوا باللي المباريات هذو اللي غادي اللي نشوفوا بها عناء كبير. يعني علاه نقولوا بلي ودي المنتخب المغربي علاه الناس راهي معلقه كل العرب معلقين امال كبيره على المنتخب المغربي، لان يعني المنتخب المغربي وين عنده ترسانه نقولوا عنده ارمده من اللاعبين اقوياء وين ينشطون. شوف عندك نجبدوا غير ديفونس غير ديفونس منظومه دفاعيه ش عندك؟ عندك واحد بايرن ميونخ، عندك واحد باريس سان جيرمان، عندك واحد ويست هام، عندك واحد بلد الوليد، هادو برك غير هادو غير هادو برك راه ما نجبدلكش على الدور اللي يقوم به بالهندا مرابط، يعني ما نجبدوش على هادو الدور اللي يقوم به، عندك قدامه اشرف حكيمي، عندك يعني كاين لعابه يعني اللي غادي يعني وين تتطلب يعني تتطلب هذا الامر يتطلب امام منتخبات كبيره امثال كرواتيا ولا كيسمو لا بلجيك، يعني يتطلب عزيمه يعني قوه الشخصيه يعني اثبات الذات يعني في الملعب. هذه اللي نشوفوها كيما هكا. حاجه واخده اخرى تبقى عند المدرب كيفاش قراءه اللعب تاعه، كيفاش وضع الخطه المحكمه لاسقاط منافسيه، هذه برك اللي نشوفوها. حاجة أخرى تبقى حنايا ما حنا كيما يقولك ما نجموش كيفاش نحكموا على أي منتخب مازال ما بداتش، يعني وين حتى وين كيكي المدرب تاع البرازيل نهار اللي ربح تونس وين الصحافة طرحت عليه السؤال قالوا له نقولوا باللي كوب دي مونتيبا، قال لهم غير المجانين اللي يهضروا هذه الهضرة، غير المجانين هذو ما شافوهاش الهيشر تاعنا ما شافوهاش تاع المجانين. هذه هي
منا والخير ان شاء الله لكل دولة عربية. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو، واللي مشي ابوني معنا ابوني، وان شاء الله معكم دائما بجديد.